تعرف انه احسن اشي صار معي قلت خليني اسحب حالي على عمان واطلع، واني ماشي بقول لو في واحد يعني كيف مزوج يكون عامل له قعده. والله يا حجي انه فعليا بالي اسويها من زمان. صاحبها كان طلبني ضمانها 2000 بالسنه الشهر بالليره. اه والله جارت الدنيا لفت ساعات. انا ما اعرفه شكليا، انا اعرفه كبر. ساعدته على طريق المطار قبل تقريبا 5 شهور. اجى هان ويقول لي انت ذاكر. قلت له اتذكر انا، قلت له لكن انا والله ما كانت معك عيلتي ما. ويقول لي انا صاحب الارض. ما شاء الله. جزء بالليل الزباين عندك اكثر صح؟ تجيني بعد المغرب. بعد المغرب. الزباين الطياره اللي زيي واحد جعبان وارجل ماشي يشرب له كاس لو في قاعده. والله حجي بالنهر الموقف كمان. لا بس هاي كمان فكرتها جميلة. جميلة. خريج ايش؟ خريج ايش؟ انا خريج الهاشمية علم نفس ارشاد تربوي. علم نفس ارشاد تربوي ما في شغل. من اول ما تخرج ما شاء الله من الهاشمية. والله ابوك فتحت تاج. والله ابوك فتحت ترخيص وما ترخيص سوالف زي. ترخيص اصلا قاعدين طاردوا وقاعدين قدمي حتى لما نشد اجراءات الترخيص هاي قالوا له يشيل هذا. يعني اذا سجلت على الفيديو هيك شلون بصير اخاف تجيب لك مشاكل؟ لا بدي ارخص. ها؟ هذا بترخص. يعني ماشي بالترخيص. بالعكس يمكن الفيديو هذا يساعدني. لا. يساعدني؟ ايه؟ معقول يساعدك؟ يساعدني. خلاص يعمل لك مشاكل. يقول لك ليش مش مرخص ومش مرخص. لا لا ما يعمل مشاكل بالعكس يساعدني. بل الشباب يعني انت قاعد شو اسمه؟ يا رجل جاي المحافظة انا قلت له يا زلمة انت على اي في عالم عشان نفتح الساحة هذه؟ اشتكوا انه مثلا كان يتواصل مع صاحبها بدهم ياخذ عشان ياخذ ضمانها. قالوا ما انت محلوت بعينك وغير ما الزلمه فتحها. ايوه ما نضلين ما قدروا عن طريق صاحب صاحب الارض. اشتكوا للمحافظ. يعني انت طلعت بالفكره انه باخذ بلطجه من الناس. طلعت بالفكره وعملت القعده هسه حليت بعيونهم. ايوه صار يقول بدهم اياها. انه ندفع ضمان اكثر. ضمان اكثر. قالوا ما محلوت بعينك غير هسه نول لما وين نول. صح شكرا المحافظ. المحافظ جلال قلت له صار لي 7 سنين بدي اروح انا من بالدار اعطيني حق بقيت دخان. يعني انت لازم تعرف من حالك عمرك 60 سنه لازم تعرف من حالك انه هذا اتصال اجاك اتصال مغرض. قديش عمرك انت؟ 28. الحمد لله رب العالمين. الله يرزقك الوقت. الله يبارك فيك يا رب. الله يرزقك الوقت. الله يعينك. الله يعينك. الله يسجلها. كله مسجل. الله يبارك بس انا بختصر ان شاء الله الفيديو يطلع تفيدك. ولا تختصر منه شيء. ابدا. هلا. سامعين؟ قال لي الزلمه انشر كل شيء. اول مره بشوفه يعني الله شاهد علي. وين لا دعايه ولا شيء. ولا ماخذ منه مصاري ولا شيء. ماخذ لك مصاري يا عمي؟ يبون ولا شيء. انا عاد كيف؟ التسجيل لازم يكون على البركه. التسجيل على البركه، لا تقول لي ولا اقول لك. طيب الله يعطيك العافيه، اسمع، والله لحد الان ما عرفت شو اسمك. احمد. انا ابو احمد. احمد ايش؟ انا احمد الفزاعلي. فزاعلي؟ احمد العابد. فزاعلي في الرمح ولا المفرق؟ احنا العابد فخذ من الفزاعلي. فخذ من الفزاعلي. فزاعلي عيلة كبيرة. ما شاء الله. عندنا بالرمح فزاعلي، وفي بالمفرق فزاعلي، بجوز في فلسطين فزاعلي، وكل محل. يا حجي هاي مو قسم الدنيا وعد الفور. ايوه. واللي كانت الافلام على بعض. والله شوف اللهجة، والله لهجة كلايقة، انا بضل يقولوا لهجتي مليحة، بس والله لهجتك بتجنن. والله. لهجتك لايقه يعني لايقه على الكل. ها لايقه يعني مليحه. انا مليحه يعني مليحه يعني كويسه. قلت الشيخ خالد سوي دوائر مليحه.
البر والمزيون وحب البدو والأوطان وحب قبل لا يدرون هلي وغلك ولا الجيران. أحب البر والمزيون وحب البدو والأوطان وحب قبل لا يدرون هلي وغلك ولا الجيران. الخاطر الزعلان حرام البعد المظنون حرام الصد والهجران. ببيع الروح لو يشرون نرضي الخاطر الزعلان حرام البعد المظنون حرام الصد والهجران. أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان وأحب قبل لا يدرون علي وعليك ولا والهجران. تعطف ورحم المفتون حبك هايم وحيران حرام البعد يا المضمون حرام الصد والهجران. تعطف ورحم المفتون حبك هايم وحيران. بحر الشوق طامي بحر الشوق طامي لجنجم وجال طامي لو بدامي لخير قطع شر لو لامي قطع شر لو لامي. بحر الشوق طامي بحر الشوق طامي لجنجم وجال طامي لو بدامي لخير قطع شر